السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مهلبية باللبن. سهلة جدا وبسيطة في عمايلها. انا عاملة ده مهلبية باللبن سادة، وده رشيت عليه رشة قرفة، بيدي تيست تاني في الطعم وبيبقى مختلف في شكله وفي طعمه. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. هنحتاج للمهلبية اللي باللبن نص كوباية لبن، وكوبايتين ونص مية، وخمس معالق كبيرة نشا، وسكر حسب الرغبة. نشوف الطريقة كده مع بعض. هنا عندي دول كوبايتين ونص مية ونص كوباية لبن، ودول الخمس معالق نشا. دي نص كوباية لبن اهي للنص بالظبط. هقوم مزودة بقية الكوباية مية اهي، فيبقى عندي كده النص كوباية لبن زائد نص كوباية مية، واحطهم في الحلة بتاعتي، وبعدين اقوم مزودة كوبايتين المية. ادي واحدة وادي الكوباية التانية. كده بقى عندي العبارة السائل اللي هو نص كوباية لبن وكوبايتين ونص مية كاملين في الحلة اللي هشتغل فيها. هقوم حط عبارة السكر، السكر حسب الرغبة. في ناس بتحب السكر كتير، في ناس بتحب السكر شوية. انتي حطي السكر اللي انتي عايزاه وابدأي دقيه وشوفي اللي يعجبك. انا حطيت هنا 8 معالق سكر كبيرة، وهقلب لحد السكر ما يدوب. هقدر اقلب كده لحد خلاص ما لاقيش سكر في الحلة، ولا في قعر الحلة مرقد، ولا اي حاجة، ما يكونش في السائل ولا ذرة سكر. اهو كده تمام، السكر كله داب معايا، ما عادش في اي سكر في السائل عندي. هقوم شايل السائل خالص ده بقى كده، انا خلصته، هركنه على جنب. وهاخد النشا دلوقتي هنفكه، همسك الطبق كده اهو، وهنعبر مع بعض النشا. دول خمس معالق انا معبرهم، بس عايزه اوريكم شكل المعلقه، لازم يبقى مليان على اخره. مش عارفه التصوير مبين ولا لا، بس لازم المعلقه تكون مليانه على اخرها كده. انا عامله خمس معالق نشا، هفكهم بالميه. الحاجه الملحوظه اللي انا كنت عايزه انبه عليها بس، ان النشا اللي بيتفك بالميه، حطي شويه ميه وقلبي، وشويه تانيين وقلبي، ما تحطيش، يعني ما يهمكيش ان هو مش متخلط مع الميه انه محتاج ميه، لا، هو في الغالب بيبقى محتاج تقليب. فانت تبداي حبه حبه كده، وبعدين تحطي شويه ميه وتقلبي، وتحطي شويه كمان وتقلبي لحد ما يفك معاكي، لان وتتاكدي انك مقلباه من فوق لتحت من كل حته، لان في مرات كتيره بيتوهم الواحد ان هو النشا عايز ميه، وهو في الحقيقه بيبقى محتاج شويه تقليب وصبر منك. كده تمام، انا خلصت النشا بتاعي. هروح على البوتاجاز دلوقتي. دي الحله بتاعتي اللي فيها نص كوبايه لبن وكوبايتين ونص ميه على عين البوتاجاز. اسيبها لحد ما تغلي، تغلي كويس، يعني مش ان هي بس مجرد تبقى داخلة على الغليان، لا، تغلي تغلي كل حتة في الحلة تبقى بتغلي. اهي الحلة بتاعتي بدأت تغلي اهي، ودخلت في الغليان. مش عارفة يا رب التصوير يكون مبين، هي كده بتغلي من نصها ومن طرفها ومن كل حتة، هي كده بتغلي اهي. دلوقتي النشا اهو انا فكاه بالميه اهو، شايفين القوام بتاعه. اديله تقليبه كده قبل ما اشتغل بيه، علشان لو مرقد او اي حاجه، اهو ده قوامه. هبدا اضيفه على الخليط بتاعي اللي على النار اللي بيغلي ده، سرسوب كده شريط طويل كده، سرسوب مع استمرار التقليب. لازم افضل اقلب اقلب، ما اوقفش تقليب خالص مهما حصل. اهو بصي شريط رفيع نازل اهو، واقلب على طول على طول، والنار معايا شغاله لحد، وانا بقلب كده هحس بالقوام بيتقل وبيتغير. بعد ما بحط النشا وخلصت، حطيت النشا والقوام تقل معايا، افضل اقلب بسرعه كده علشان ما يشلكعش مني الخليط، وكمان ما وقفش النار علشان النشا يستوي.
افضل كده قد 3 4 دقايق اقلب بسرعه. الفرن برضه هيتشنك في انه يتقل. كده اهو القوام تقيل، باين الفرق اهو بين اول ما بدأنا نقلب وبين دلوقتي. انا عدى عليا 3 4 دقايق وانا بقلب. اطفي العين خلاص كده، المهلبية بتاعتي خلصت، شايفين القوام اهو. خلاص كده هبدأ احط المهلبية بتاعتي في القوالب اهي، اغرفها في القوالب وهي سخنة على طول، واسيبها لحد ما تبرد. نفس المهلبية دي ممكن البلبن دهيت اللي احنا لسه عاملينها، لو حطينا عليها رشة قرفة تبقى مهلبية بالقرفة، هتبقى جميلة. اهي القرفة بتاعتي خلصت، خلاص قرفة باللبن، جميلة ومش مكلفة وحلوة قوي، للأولاد بيحبوها جدا. انا هحط على الطبق دوت شوية قرفة كده، هيديها طعم تاني خالص، وانا اصلا بحب القرفة في الاكل في الحلويات جدا جدا. احنا النهاردة كده عملنا مع بعض طبق مهلبية سريع وخفيف وبسيط، يا رب يكون عجبكم. ما تنسيش اللايك والشير، ولو اول مرة بتشوفينا دوسي سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.